قانون رقم 024 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة يحيل إلى 30 نص تطبيقي. تمت المصادقة على 4 مراسيم تنفيذية فقط منه، أما 26 نص تطبيقي متبقي فلم يصدر بعد إلى يومنا هذا، وهذا لعدم تحديد آجال التنفيذ والمسؤوليات والجهات المخولة بإصدار النصوص التطبيقية، بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعاً بمعيته وإنما قطاعات عدة. وقد أدى عدم إصدار هذه النصوص إلى عدم التكفل الأمثل بالكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي، مما يستوجب علينا جميعاً تدراكه من خلال الاستراتيجية الجديدة التي نصب إليها.